بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبنائي وبناتي طالباتي الشهادة الثانوية الدينية، إخوتي وأخواتي المتابعين والمشاهدين لقناة التناصح الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة النحو. أبنائي وبناتي طالبات الشهادة الثانوية الدينية، تكلمنا في الدرس الماضي على الممنوع من الصرف وأوفيناه حقه في دروس ثلاثة وأربعة، ومن قبلها العدد وما يتعلق به، ومن قبلها التوابع وما يتعلق بها. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه نبتدئ في درس جديد بعنوان التعجب. التعجب هو درس من دروس النحو. تعجب أي تفاعل من العجب، والتعجب في حياة الناس كثير، كل أمر يدعو للدهشة والانفعال ولا يعرف سببه فهو من قبيل التعجب. فإذا رأيت مثلا، على سبيل المثال أعطيكم أمثلة على التعجب في حياة الناس وأقوالهم وأفعالهم. إذا رأيت سيارة جديدة، نقول اسفار ومدار، تعطلت أو توقفت على المسير، فهذا أمر مدهش يدعو للعجب. إذا رأيت بئرا حفرت وفاض ماؤها ثم غاض ماؤها فجأة، أمر مثلا يدعو للعجب أو للتعجب. إذا رأيت مثلا إذا رأيت مطرا ينزل في يوم صحو لا سحاب فيه ولا غيم، فهذا أمر يبعث على العجب. فالتعجب في اصطلاح العلماء كما رسمناه على السبورة هو شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا نادرا أو لا مثيل له، مجهول الحقيقة خفي السبب. يبقى التعجب هو من التفاعل. والتعجب قلنا إن العلماء عرفوه بقولهم شعور داخلي داخل النفس تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا نادرا أو لا مثيل له، مجهول الحقيقة خفي السبب. وضربنا أمثلة على ذلك. فهذا الذي يبعث الدهشة في نفوس الناس هو ما خفي سببه. فكما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب. فالعجب لا يقال في حضرة المولى عز وجل بأنه متعجب. إذن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتعجب، هذا أمر لا يجوز لنا أن نصف المولى عز وجل بأنه متعجب. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تتعجب من أمر مجهول، فأنت لا تعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان سوف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعلم ما كان وما ليس وما لا يكون لو كان كيف يكون. ولكن نحن كبشر قلنا التعجب صفة من صفات البشر، كل أمر مدهش تنفعل به النفس هذا العلماء والنحويون عبروا عنه بقولهم التعجب، وهذا درسنا اليوم. طبعا للتعجب صيغ كثيرة، منها سماعية ومنها قياسية. فالسماعي هو مطلق، بمعنى لا ضوابط له، لا قانون له، لا قاعدة له، لا ضابط له، وهو كثير وكثير. سنضرب أمثلة على ذلك. وابن هشام قال فيه اللي مبوب له في أبواب النحو، اللي زي المكتوب على السبورة، ما أفعله وأفعل به، أي هاتان الصيغتان القياسيتان للتعجب، ما أفعل وأفعل به.
وأما الغير مبوب له في أبواب النحو فهي صيغ سماعية أي مطلق. بعض العلماء يعبر عنه بأنه غير مبوب له في أبواب النحو كما هو في كتابنا هذا قطر النداء، وبعضهم في كتب الأخرى زي النحو الوافي قال مطلق. المطلق بمعنى لا قياس له، لا ضابط له. وأنتم تعلمون أن مادتي النحو والصرف يعني شطران، شق منها قياسي وشق منها يعني سماعي. فالقياسي والاصطلاحي هو ما له دخل في 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 صنع النحاة، صناعي قياسي. يقول لك ينقاس بكذا وورد سماعا، تجدها دائما العبارات هذه في النحو وفي الصرف. يعني النحو والصرف شطراني اي نصفاني، نصف قياسي وهو ما له دخل في صنع النحاة وضبطهم وقياسهم. والسماعي هو ما ورد سماعا عن الأرض. مثلا قال تعالى في استفهام يراد به التعجب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ما هو الاستفهام ده يحمل في طيات، في استفهام توبيخي وفي الإنكاري: أعيرته بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عندما عير يا ابن السوداء، عندما عير بلالا بأمه: أعيرته بأمه؟ استفهام توبيخي. وفيه الاستفهام اللي يراد به الإثارة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا ما وصلت إليه أذهان الناس، النساء أم الشهوات، والبنين في اللي أولاده يسلط فيهم على الشر، وفي اللي يسلط فيهم على الخير، وفي اللي ربي فيهم تنشئة صالحة وفي اللي تنشئة سيئة، والقناطير المقنطرة الذهب والعين بين الناس. هذا الله سبحانه وتعالى زين لهم، لأن مش نقول زين لهم شيطان، شيطان بعدين يزين له شيطان آخر يبقى دوره وتسلسله، هذا باطل في التوحيد. بعدين ربي قال: قل أهنبئكم بخير من ذلكم؟ أعطاهم استفهام في إثارة، في تشويق. هل في شيء أهم من الستة هذين؟ الناس اللي مولعين بالدنيا وعماهم ربي عن الآخرة وعن الثواب، يقولوا هل في شيء أهم من السبعة؟ الأنعام والحرث، الحرث تطيح عليه رقاب وكذا وغيره في البر وغير كذا، والأنعام الدواب وكذا وغيره يفتخروا بها ويبيعوا ويشروا ويسمن ويبيع. هل في شيء أهم من الستة هذين؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم. هذا استفهام يراد به الإثارة والتشويق وإثارة السامع. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قدم الجار المجرور، قصر هذا، تقديم الجار المجرور. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لو في شيء أهم من نعيم الجنة، نعم في شيء أهم من نعيم الجنة، شنو؟ اللي هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ورضوانه، أهم من نعيم الجنة. فالشاهد احنا تو الآن اللي وصلنا الكلام ده: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هذا استفهام يراد منه التعجب، وقلنا الله سبحانه وتعالى لا يتعجب. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه متعجب. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. البشر المخلوقون الضعفاء الذين لا يعلمون الغيب هو اللي يستنبعث الدهشة في صدورهم من أي شيء يعني خفي سببه. فدرسنا اليوم اللي هو التعجب هذا، قلنا شعور داخلي، نزيد نعاودة، شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا نادرا أو لا مثيل له، مجهول الحقيقة خفي السبب. وقلنا لي صيغ سماعية ولي صيغ قياسية. أما القياسية فهي ما أفعل، لما أفعل وأفعل به، هاتان صيغتان قياسيتان مبوب لهما في باب في النحو، وسنعربهما ونبين المعلومات المتعلقة بهما. وفي صيغ اللي هي سماعية اللي هي نقول نعبر عنها بأنها مطلق، يعني غير خاضع للقواعد وغير خاضع للقياس، فنقول مثلا: لله درك فارسا، لله دره فارسا. هذا أسلوب تعجب لكنه سماعي، وباللهجة درك 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 في لهجتنا الدارجة، يعني لما تستعظم أمر شيء تري حولي كما تقول يعني مليان وكبير وسمين وملو وعلو، يقول ترك ترك. هذه أصل لله درك، تحريف، ما هي اللهجة الدارجة، هي تحريف. تو إيش تحريف عليش على أي شيء،
فاللهجة الدارجة هي تحريف للغة الفصحى. فترك ترك هدي لله درك، أسلوب تعجب. وكان الأولى بمجتمعنا وبأسلوب أن يعني يرتقي إلى 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 الدين. فأنت بدل ما نقول ترك ترك، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله. تحصل توابها وتكون أبلغ حتى وأقرب إلى التدين منها إلى اللهجة الدارجة. فهذا دور الخطباء ودور الوعاظ، أنهم هم يبينوا للمجتمع الأساليب والتعبيرات اللي هي أفصح وأفضل، ويعني وتكون أقرب إلى الإسلام، إلى تعاليم الإسلام. فكذلك توا نعطيكم مثال آخر للتعجب السماعي. أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، أحد الصحابة المكثرين السبعة زي السيدة عائشة وغيرها. فهنا يروي لنا في قصة صارت له مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرق المدينة. قال يعني كنت مارا في طرقات المدينة، بالمعنى يعني، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فخنست منه، يعني توارى عنه أو اختفى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثار انتباهه كيف أنه يعني بان علي وبعدين اختفى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة هذا الصاحب المعروف، فقال له خيرك يعني اختفيت مني، معنى الحديث يعني. قال له كنت نجسا، هاو التعابير زي الدرك ترك هذه. لو تقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله خير من تقول الرك الرك ترك ترك. في الأصل هذه منحرفة عن لله يدره، هذا تعجب. لكن أرقى بشيء، أرقى بتعبيرك أنت إلى مستوى الإسلام، إيش حصل إيش؟ حصل إيش؟ سبحان الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. أما إرك إرك ترك ترك، هل حول يدك الأحمر أكرمكم الله وأعزكم؟ لا، أنت أرقى بأسلوبك. وقلنا هذا دور الخطباء ودور الناصحين، أنهم هم إيش؟ يرقوا بأساليب الناس إلى مستوى زي تحية الإسلام، تو أبدلوها بتحايا أخرى، شج جو، شج. وفي اللي يقول له هكي، أنت قول السلام عليكم، وبعدين قول له حتى صباح الخير، وقول له أي تحية أخرى، لكن قدم إيش؟ تحية الإسلام، هذه مقدمة، نحن مجتمع مسلم. أما شج جو، شج جو، نهى أمس واليوم قبلي، السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين قول له صباح الخير، والله قول له أجيب أي تحية أخرى، والله ألو في الهاتف، السلام عليكم. عندما تستعمل الهاتف وترد السلام عليكم، تحية الإسلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، تحية حتى تحية أهل الجنة. فالشاهد إحنا لله درك. فبنكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة حينما اختفى منه في بعض طرقات المدينة، قال خنست منه، قال له خيرك يعني مالك، مالك يا أبو هريرة؟ تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كنت نجسا. هاول هاول الأسلوب اللي قال هذا زي الرك الرك، كنت نجسا. قال له سبحان الله، تو كلمة سبحان الله إذا في قرينة تدل على للتعجب، للتعجب بتدير بعد العلامة. أنتم قارين أبنائي وبناتي طالبات الشهادة الثانوية، أنتم قارين على علامات الترقيم، يعني أسلوب التعجب شو بتدير له؟ بتدير له خط هيك وتحت نقطة. وأحيانا إذا كان التعجب كثير وتأثر أعظم وقت بتدير له اثنين علامات تعجب. فأنا قال له سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه أبي هريرة سبحان الله، كيف أنت؟ إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأنا أحذر حتى يعني التواصل الاجتماعي لما يقولوا إيش جيفنا منهم، سواء من الطرفين، سواء من حكومة الوفاق أو من المعتدي. الإنسان بتقول مات وقتل، أو بتقول استشهد أنت من جماعتنا يعني جماعة الوفاق، لكن بتقول جيفنا أو جيف، لا، الإنسان الإنسان محترم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لا تنزلق إلى أسلوبك، أسلوب الركيكة ده، جيفنا منهم، لا تجيف. إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا أسلوب تعجب سبحان الله، أسلوب سماعي وليس أسلوب قياسي. لأن القياسي منحصر في اثنين، ما أفعله وأفعل به، هاتان الصيغتان كانتا في الأصل يعني مشتقتين، تو أفعل هذه كانت في الأصل مشتقة، فعل زدنا همزة، بعد لما جبناها لباب التعجب صبعت جامدة،
تو نوضحوا اكثر. انا ما زلت في الصيغ ليش السماعيه للتعجب. كذلك لله دره، كذلك عجب لتلك قضيه. كتابنا جاب لي عده صيغ سماعيه. يا سيدا ما انت من سيد، يا سيدا ما انت من سيد، موطأ الاكناف رحب الذراع. هذا يمدح رجلا بالسياده والكرم وكذا وغيره. يا سيدا، خلينا، هو كان المفروض يقول يا سيد، لان المنادى نكره مقصوده، ولكن الضروره الشعريه دي تجيز ذلك. اجازوا في الشعر ما لا يجوز في غيره. فيا سيدا ما انت من سيد، ما انت من سيد. تو هذا اسلوب تعجب، اسلوبه ومعناه واعرابه الشاهد فيه يعني هذا رجل يخاطب انسانا يعني ذا سياده وذا كرم وكذا وغيره. فهذا البيت هذا جاب ابن هشام شاهد على التعجب، على ما دل معناه على التعجب، واضحه. كذلك كلمه إلامة، إلامة هذه تدل على التعجب. وسبحان الله، كنت اطلع على ديوان الشوقيات لاحمد شوقي امير الشعراء، فوجدته يعني في قصيده يخاطب فيها المصريين منذ 100 عام، منذ عام 1924. هو يرثي مصطفى كامل، شخصيه كبيره عظيمه والعظمه لله سبحانه وتعالى. فكانه يخاطب الليبيين الان في تناحرهم وتقاتلهم وتباغضهم، نسوا انهم ابناء بطن واحد ودين واحد ومصير واحد. إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة. كأنه يخاطب الليبيين الآن. أنا أشعر وأحس أن أحمد شوقي أمير الشعراء كأنه يخاطب الأمة الليبية أو الشعب الليبي الآن في تناحرهم وتقاتلهم وتباغضهم، وكأنهم يعني كل مدينة من 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 مقرة. إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة. وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وأين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال، ولا السودان دام. شببتم في القطر نارا على محتلها كانت سلامة. احنا تو الآن الدول المتدخلة في ليبيا المستفيدة، تجارة سلاح يعني عدة فوائد، واحنا في الطاجين وفي شبابنا في المحرقة من الطرفين. سواء أنا لا تظن أنني مع المعتدي، حفتر معتدي بجميع الشرائع، لأن أن تأتي لمدينة أنت 2 مليون وتبدي فيها تمزيط وقتل، هذا لا يقره الشرع ولا القانون مهما تخالفت أنت وخصمك. لا تجيز الشرائع. من أعان على قتل امرئ ولو بشطر كلمة، أق شطر كلمة تقتل، خلد في النار، أو ما معنى الحديث. فنجول كلمة إلامة، إلامة هذه بعض الطلاب يدير فيها ألف ولام يمال وبعد ميم قدام ألف، لا، هذه في الأصل كانت تكي ما الاستفهامية، إذا دخلت عليها حروف الجر، الحروف الجارة ألف بالطير. فبما تبشرون، بما يرجع المرسلون، فيما أنت من ذكراه. إلام الخلف بينكم إلامة. كذلك نجد يعني الأساليب السماعية في التعجب كثيرة، حتى في الدواوين الأخرى. الشابي أبو القاسم الشابي عنده قصيدة بعنوان صلوات في هيكل الحب، هذه جاية فيها كل أساليب تعجبية. ما أنت ما أنت، هذا يعني يتغزل بامرأة. عذبة أنت كاللحن كالصباح الوليدي، هل أنت في نوس تهادت للورى من جديدي. في نوس دي آلهة الجمال عند الإغريق واليونان، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا نرجع للصيغ السماعية، هي كثيرة وكثيرة من أن تحصى، من ضمنها إلامة. طوى شوقي أيضا نفس الشيء، عند في تمثال عند المصريين اسمه أبو الهول، هذا رأس ابن آدم وليه جناحان كالحيوانات المفترسة، يعرفوه السواح ويعرفوه كذا الناس اللي تابعوا في السياحة وكذا غير. فشوقي عنده قصيدة في أبو الهول ممتعة ولذيذة، حتى في قافيته، في أبا الهول طال عليك العصر وعمرت في الأرض أقصى العمر. بعد يقول إلام ركوبك مثل الرمال،
إلى ما ركوبك مثل الرمال لطي الأصيل وجوب السفر. فكلمة إلى ما هذه عتية سمت عجب، فهي كثيرة وكثيرة، احنا ما تشغلناش عن حصتنا بمعنى. فاحنا تو الآن اللي أخذناه أن أساليب التعجب كثيرة، منها سماعية ومنها قياسية. واضح؟ السماعية هذه أخذناها، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لله دره فارسا. يا سيدا ما أنت من سيد، زي أنت ما أنت، هل أنت في نوس تهادت الورى من جديد؟ للشاب هذا أبو القاسم الشابي، أي شيء تراك؟ هذا كل تعجب. فيبقى للتعجب صيغ سماعية كثيرة، ومنها قياسية اللي هي توبا بدو فيها الآن. عندنا ما أحسن زيدا أحسن بزيد، ما أحسن زيدا أحسن بزيد. كويس. كلمة ما هذه، طبعا لو عندكم الكتاب قدامكم، لو اللي عنده كتاب القطر يجيبه قدامه وياخذ قلم رصاص ويفتح لي على صفحة 321. طلبة وطالبات، اللي عنده الكتاب كتاب قطر النداء، يفتح على صفحة 321 وياخذ قلم الرصاص في السطر الثاني، في شيء محذوف، في كلمة محذوفة، سأقرأها بالنص. فأما الصيغة الأولى اكتب لي ما، كلمة ما ديرها فوقك، ما ميم قدام ألف، هذه اللي نصب الكلام عليه، اللي هي بداية أسلوب إيش؟ التعجب. فأما الصيغة الأولى ما، اكتبها عندك في الكتاب، ما محذوفة في الطباعة واكتبها عندك. فكلمة ما أحسن زيدا، لو قلنا للتعجب صيغتان قياسيتان، ما أحسن زيدا أحسن بزيد، ما أفعله وأفعل به، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسلوب تعجب باهي. وقلنا التعجب في حق الله سبحانه وتعالى لا، بس يكون لأغراض بلاغية، منها يعني إرشاد السامعين إلى إظهار العجب. إذا كان لقيته في حق الله أصرف اللفظ عن ظاهره، ما تخليش على ظهره، لأن الله سبحانه وتعالى زي فما لهم لا يؤمنون، وزي مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هنا التعجب في حق الله لا يجوز، لا يجوز يعني صرفه على حقيقته، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وقد نبانا عنه، وإنما لأغراض بلاغية هنا الآن ربما تكون على حساب حصتنا ما نشد بعدين فيها. لإرشاد السامعين لإظهار العجب، أو الإرادة بها اللازمها اللي هي إيش؟ إظهار الرضا إلى آخره. فما أفعله، وأنا تو الآن بدي إعراب في الصيغتين هذينا، ما أفعله وأفعل به، ما أفعل زيدا وأفعل به. هنا ما بجون نعربه، إحنا تو إحنا بنعرب الصيغتين القياسيتين لباب التعجب. واضح؟ ما أفعل زيدا أفعل به، ما أجمل الربيع أجمل بالربيع، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. يهودي ومفلس، هذه كارثة، يبقى خسر الدنيا والآخرة. ولما يكون المال الحلال مع المسلم خير المال الصالح للرجل الصالح. انجيلي ما تو بنعرب اني ما احسن زيدا، طبعا لها يعني اكثر من اعراب. فنقول ما هذه اسم استفهام، ما تعجبيه، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. وقالوا هذا بالنسبه لما لها اعرابين او ثلاثه، لها معنيين. المعنى الاول ان ما هذه نكره تامه، بمعنى تخفي في داخلها شيء، معناها ما شيء عظيم. وكيف يعني ما هي نكرة؟ وابن مالك يقول لي ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفدك عند زيد النامرة، وهلفة فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. أجمع النحويون على أنه لا يجوز الابتداء بالناكرة، وابن مالك قال لك بالا فقش
ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل إلى آخره. هنا قالوا زي سورة أنزلناها وفرضناها في سورة النور. لماذا ابتدي بها؟ لأن فيها وصف، وصفنا إنزالها، وصفناها بأنها منزلة، واضح. فحتى هنا الآن لماذا ابتدي بها وهي نكرة؟ ما تعجبية هذه، ما تعجبية. ما أجمل ما أحسن زيدا، تو نبي نعرف ما أحسن زيدا. ما بنقول استفهامية يعني تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. ولماذا سوي الابتداء بها؟ لأنها تدل على معنى التعجب، لأن هي يعني عندها معنيين أو ثلاثة. المعنى الأول أنها نكرة موصوفة، نكرة موصوفة يعني تحمل في باطنها شيء عظيم، شيء عظيم حسن زيدا. لأن يجيك سؤال يقول لماذا ابتدي بها وهي ما التعجبية وهي نكرة؟ أنت بتقول ابتدي بها لأنها تدل على معنى التعجب. سوغ الابتداء بها وهي نكرة لأنها دلت على معنى التعجب، واضح الأمر. كذلك هذه على حد قول الشاعر: عجب لتلك قضية، عجب لتلك قضية، وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. هذه حتى تشبه ما التعجبية، لأن عجب ابتدأ الشاعر بكلمة عجب وهي نكرة، مش عجب المبتدأ ولا ولتلك مش اسم إشارة ولا بتعربوا لي زي ما عرب المصري اللي قال تل فعل أمر والكاف مفعول به. واحد مصري يعني يبدو أن شهادته والله أعلم بحقيقة الأمر، قالوا يقري في طلبة في المساء، قال لهم لما وصلت تلك الرسل، قال لهم تل فعل أمر والكاف مفعول به، فلتلك هذا، تلك هذا اسم إشارة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر عجب، هذا أحد الأقوال. فعجب هذا سوي لأن دلت على معنى التعجب، شيء عظيم، زي ما قالك شيء شر، يعني ما هذه نقول احنا النكرة موصوفة، موصوفة يعني في باطنها ما عادش تحتاج إلى نعت ثاني، هي في داخلها شيء، يعني شيء عظيم. زي ما نقول لك أنا شيء أهر ذناب، شو اللي خلى الكلاب أكرمكم الله ولا السباع تنبح وتعالى صياتها وهياشها وكذا؟ لا، في شيء، في جاء من يطاردها أو جاء من ينكل عليها أو ينغص عليها عيشها. فتقدير الكلام شيء عظيم أهر ذناب، شيء عظيم أهر ذناب، هذا المعنى الأول. والمعنى الأول وأفعل زيدا، أفعل فعل ماضي مبني على الفتح في رأي البصريين، والفاعل المستتر تقديره هو يعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع إيش؟ خبر المبتدأ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي هو إيش؟ كذلك عندنا أن ما هذه قلنا لها وجه آخر، وهي تكون إيش؟ معرفة موصولة بالجملة أو موصولة بالجملة التي بعدها، أو موصولة بالجملة التي بعدها. كذلك عندنا يعني هنا على الإعراب الثاني يترتب عليه اللي هو إيش؟ اللي هو الخبر محذوف. طيب الإعراب الأول أن الخبر موجود، ما مبتدأ وأفعل جملة من الفعل والفعل الخبر جملة فعلية، واضحوا. الإعراب الثاني تكون نكرة تامة دخلناها، تكون موصولة بالجملة التي بعدها، موصوفة بالجملة التي بعدها، شيء عظيم حسن زيدا، أو موصولة الذي حسن زيدا شيء عظيم، يا موصولة بالجملة اللي بعدها يا موصوفة بالجملة اللي إيش اللي بعدها، واضح الأمر. وعلى كل فالخبر في المعنى الثاني محذوف، تقديره شيء عظيم، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم. فأنتم اللي تفهموه مني أن ما أحسن زيدا ما مبتدأ اللي هي تعجبية يعني مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. وقلنا لكم لماذا سوغ الابتداء بها؟ لأنها يعني تدل على التعجب، على معنى التعجب، واضح الأمر. كذلك عندنا الإعراب الثاني اللي هو تكون موصولة بما بعدها أو موصوفة بما بعدها، وعلى كل فالخبر فيه محذوف تقديره يعني شيء حسن زيدا عظيم، أو الذي حسن زيدا عظيم. على كل المعنيين الأخريين
يعني هدم فيهم الخبر محذوف. واما المعنى الاول فالخبر موجود لجمله فعليه. بعدين نجي لك لجمله ايش؟ افعل. نجي لجمله ايش؟ افعل. ما احسن زيدا. تو احسن هذه. والله احسن. الكوفيين قالوا احسن هذا افعل هذا اسم. وشو دليلكم يا كوفيين ان اسم؟ قالوا بدليل انه يصغر. فنقول ماء حيسنه وماء ميلحه. الكوفيين عندهم احسن اللي هي افعل هذه. والله هذه احسن. افعل والله ما افعله والله افعل به. هذان اسمان عند الكوفيين. لكن احنا مدرستنا ايش؟ المدرسه البصريه. المدرسة البصرية البصريين قالوا أحسن هذا فعل ماضي. هذا فعل إيش؟ فعل ماضي. وشي دليلك أنه فعل ماضي؟ لأن لو كان اسم راهو جاني مرفوع. لو كان اسم راهو جاني مرفوع. يبقى المدرسة البصرية شي قالوا البصريين على أفعل هذا على أحسن والله والله أحسن أفعل والله أفعل ما أفعله وأفعل به. قالوا هذا فعل ماضي. شو دليلكم؟ قالوا هو ما إذا كان اسم راهو جاي مرفوع. لكن ما دام جاي مفتوح يبقى هذا بقولوا احنا فعل ماضي. وبدليل أن نون الوقاية ما تدخلش. نون الوقاية ما تدخلش. واضحوا؟ نون الوقاية ما تدخلش. فما أفقره ما يصحش نقول ما أفقري. إذا كان ما دخلتلاش نون الوقاية يبقى هو فعل. واضح كلامي؟ هذا خلاف بين الكوفيين. لكن احنا طبعا احنا تبع المدرسه البصريه نرى ان احسن هذا فعل ماضي. والفاعل مستتر تقديره هو يعود على ما. وفي الاعراب الاول ان الجمله المكونه من افعل والضمير هذا يعود على ما، هذا في محل رفع خبر. واضح الامر. بعدين احسن هذا فعل ماضي. في الاول قلنا كان ثلاثي وزيده وهبزه. وبعد لما كان مشتق يعني، لكن لما دخل لي باب لباب التعجب صار جامدا. وزيدا هذا مفعول به في اعرابه وفي ظاهره، لكن في معناه فعل. ما احسن زيدا في اعرابه وظاهره مفعول به، لكن في معناه راهو ايش؟ فعل. تقدير الكلام حسن زيد. ما اجمل الورده حسنت الورده. واضح الامر. يبقى في معناه راهو فعل، ولكن في اعرابي وفي ظاهري بنقول مفعول به. هذا ما احسن زيدا. يبقى هذا تمناه، هذا الاسلوب الاول ايش؟ تمناه. واضح؟ قلنا له اعرابان. اعراب اللي هو ما مبتدا واحسن هذا فعل وفعل اللي هو في محل رفع خبر. وما نكره تامه. تامه بمعنى موصوفه، بمعنى تحمل في طياتها ايش؟ شيء عظيم. والاعراب الثاني ان ما هذه موصوله بما بعدها. أو موصوفة بما بعدها. يا موصولة بما بعدها الذي حسن شيئا زيدا شيء عظيم. فعلى كل الإعرابين الآخرين أن الخبر محذوف. واضح كلامي؟ والمعنى الأول أن الخبر موجود مكون من أفعل ومن الضمير المستتر فيه. نجي للإعراب الثاني أحسن بزيد. أحسن بزيد. تو أحسن هذا فعل أمر. فعل يعني فعل ماضي لكنه بني على صيغة ايش؟ الأمر. بني على صيغة ايش؟ الأمر. واضح. وأصل أحسن أحسن بز أحسن أصل أحسن زيد. أحسن زيد أصلا. شي أصل أحسن زيد. تو الباء دي حرف جر زائد راه. بزيد المجرور بحرف جر زائد. لكن أحسن بزيد الذي هذا فعل بني على صورة الأمر. أصله أحسن ولكنه بني على صورة إيش؟ الأمر. فصارت الجملة إيش؟ أحسن زيد. فقالوا استقبح هذا اللفظ. النحاة استقبحوا هذا اللفظ. لما تقول أحسن زيد قالوا لا، زادوا لا باء هذه لتزيين اللفظ فصبحت أحسن بزيد. أحسن بزيد. هذه الباء التي جيء بها لتحسين صورة اللفظ أحسن، قلنا كانت أحسن زيد. أحسن زيد وبعدين صبحت أحسن زيد. واضح؟ فهنا لما ننطق احنا بنقول أحسن زيد فيها في استقباح
نحاول لغويون زادوا الباء هذه باش اللفظ يصبح كويس جميل احسن بزيد، هذه الباء زيدت وجوبا لان الباء زي ما زيدت جوازا في قول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا او وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا، شيء اصلها الله لفظ الجلاله شيء اصله فاعل كفى الله حسيبا مش كفى تبي فاعل ولا انت كيف تعرف كفى بالله حسيبا؟ كفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر مبني على واضح وبزيد الباء حرف جر زائد طبعا تأدبا مع القرآن بنقول زيد بنقول صلة وزيد بنقول ايش؟ اسم هذا مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا بحركة حرف الجر الزائد وكيلا والله حسيبا هذا مفعول به هذه زادوها الباء جوازا ما هو الباء هذه تزاد وجوبا في باب التعجب هنا زادوها بس لتحسين اللفظ لتحسين صورة اللفظ قالوا أحسن بزيد أحسن بالوردة الحمراء واضح في بيت توما لسه 11 سنة ومدمن القرع للأبواب أن يلجا من صراع الثاني ومدمن أحسن بذي الصبر أوجه أحسن بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا والله أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته توانا الباء قلنا زادوها اللغويون والنحويون لتزيين اللفظ فصبحت أحسن بزيد وهذه الزيادة واجبة في صيغة التعجب واجبة ولكن في غيرها جائزة كما قلنا في وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا واضح أصل كفى الله حسيبا وكفى الله إيش وكيلا ولكن لفظ الجلالة جر لفظا وهو مرفوع محلا لأنه فاعل واضح كلامي كذلك عندنا شاهد آخر مش ما ننسوش شيء عميرة تودع عميرة تودع هذا الشاهد على أن باء تزاد جوازا وقد تحذف جوازا عميرة تودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا تو كفى الشيب أصل كفى بالشيب والإسلام لكنه حذفها لأن جائز الحاقة وجائز حذفها في غير باب التعجب اللي احنا الآن فيه واضح الأمر يبقى الباء هذه اللي زيدت في باب التعجب أحسن بزيد أجمل بالوردة الحمراء هذه الباء زيادتها الآن واجبة في باب التعجب ولكن إيش أو لازمة كما يقول ابن هشام ولكن قد تأتي زيادتها إيش اللي هي جائزة كقول الله تعالى وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا واضح الأمر أصل وكفى الله وكيلا وكفى الله إيش حسيبا الباء هذه ما احنا بنقول يعني ما نقولوش زايدة لأن في القرآن تأدبا مع القرآن ومع أسلوب القرآن بنقول صلة ولكن في إعرابنا النحوي العادي بنقول الباء حرف جر زائد صلة مبني على الكسر والله لفظ الجلالة هذا فاعل مرفوع يعني مجرور لفظا بحركة حرف الجر الزائد ومرفوع محلا لأنه فعل وحسيبا هذا ايش؟ يعني مفعول به لكفاء يبقى تو عندنا ما أفعله لها إعرابات دوين عليها وأفعل به نفس الشيء فقولنا أحسن بزيد أصله أحسن زيد وبعدين صاغوها على صيغة الأمر فصارت أحسن زيد أحسن يعني نسبة له نسبة للإحسان أزهر الورق وصار ذا زهر أثر الغني صار ذا مال أترب الرجل صار يعني يده التراب أو مسكينا ذا مترب يعني مسكين متملح واضح أغدق الإبل أو أغدق الجمل بالأصح أي إذا صار أغدى الجمل أي صار إذا أغدى البعير أي صار ذا غدة
واضح الأمر. فلما نقول أحسن زيد أي صار ذا حسن، أحسن زيد صار ذا حسن. بعدين صبحت أحسن صيغت على صورة الأمر، أحسن زيد. لما صيرت أحسن زيد استقبح من لهم أذن يعني موسيقية، ومن لهم يستذوق بلاغي وأدبي. ما تجيش أحسن زيد عند النحاة وعند أهل اللغة اللي لهم تذوق وليهم كذا، قالوا هذا اللفظ مستقبح سماعا ونطقا. شو نديروا لها؟ قالوا خلي بنزيدوا عليه أحسن، بنزيدوا بعدها بيع، فصبحت أحسن بزيد. هذه الباء اللي زادوها وهي لازمة، لازمة لتزيين صورة اللفظ، مش تصبح أحسن بزيد. واضح كلامي؟ فهذه الباء اللي زادوها هي لازمة في أسلوب التعجب، ولكنها شنو إيش يعني جائزة الإثبات والحذف في غير باب التعجب. فمن ذلك قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا. وبعض الشعراء حذف بك إشارة إلى أنها حذف إيش جائز. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، عميرة تودع الشاهد كفى الشيب والإسلام، أصلا كفى بالشيب وبالإسلام أو حذفه، إشارة إلى أن هذه الباء رأي في صيغة التعجب واجبة، لأن جيء بها لتزيين اللفظ، ما صحش أحسن زيد. ولكن في غير باب التعجب ناجح. بعدين عندنا بنتقدم شوي في باب التعجب، لا يبنى فعل من التعجب إلا بشروط خمسة. لا يبنى فعل أو لا يبنى تعجب أو اسم تفضيل إلا بشروط خمسة. الشرط الأول لابد يكون فعل. صيغة التعجب القياسية أفعال على رأي البصريين، ما تكونش أسماء ولا تكون حروف. فقولهم ما أجلفه والله ما أحمره، إشارة إلى الجلف والحمار أكرمكم الله وأعزكم جميعا، هذه قالوا شاذ. كذلك شذ قولهم ألص من شضاض، وهو صاحب تمشيط لسارق كبير معروف في العرب القدماء. ألص من شضاض هذا قالوا يعني مجرم سارق يعني مشط من لصوص العرب، فما يصحش، لأن احنا شرطنا لابد يكون ايش صيغة التعجب وأفعل التفضيل لابد تصاغ من فعل، لا تصاغ من الأسماء ولا من الحروف. كذلك لابد يكون فعل ثلاثي، ما يكونش فعل رباعي. فدحرج وانطلق هذا ما يصحش أن تصوغ منهما يعني ومن أمثالهما صيغ التعجب، لابد يكون فعل ثلاثي. يبقى لابد يكون صيغة التعجب تكون فعل على رأي البصريين، ونحن طبعا من المدرسة البصرية ونحترم المدرسة الكوفية بآرائها وعلمائها، كلهم يسعون لخدمة اللغة العربية. كذلك لابد يكون ايش الفعل الثلاثي، يكون الفعل اللي بنصوغه من التعجب يكون ثلاثي، ما يصحش من دحرجة. التدحرج يعني من فوق إلى أسفل، يعني التدحرج يكون من الأعلى إلى الأسفل. أو من انطلق هذا خماسي، أو دحرج رباعي، عارفين أن رباعي غير مضاعف، في رباعي مضاعف وفي رباعي غير مضاعف. الرباعي المضاعف هنا عسعس وسوسة، وفي رباعي غير مضاعف اللي هو إيش دحرج، هذا ما يصوغش من فرن. كذلك وسيب وإيه أجازة هنا إذا كان فعل ثلاثي مزيد بحرف، واضح على خلاف بين العلماء، لكن الرأي الصحيح أن يكون إيش لابد يكون فعل ثلاثي، واضح. كذلك أن يكون الفعل اللي بنصيغه منه التعجب يكون قابل للتفاوت، ما يصحش نقوله ما أعماه ما أذبحه ما أعرجه، لا هذا ممنوع، لأن العماء والعرج والذبح لا يكون فيه تفاوت، واضح. ما أموته، لقيت زوزة واحد ميت واحد ميت يقول ما أموت، لا هذا لا، لأن الموت لا يقبل التفاوت، والله عمي والله عرج والله، هذا ممنوع، لابد يصاغ من فعل يقبل التفاوت. ما أحسنه، الحسن الدبي لي بداية وليس نهاية، حسن والجمال. ما أطوله، الطول لي بداية وليس نهاية. ما أجمله، الجمال طبعا لي بداية وليس نهاية. فلابد يكون فعل يقبل التفاوت.
كذلك يكون فعل مبني ايش؟ للمعلوم، ما يكونش مبني للمجهول. ما يصحش نسوق صياغه فعل تعجب من فعل مبني ايش؟ للمجهول. واضح؟ كذلك صفه تكون الصفه المشبهه منها من ما تكونش من افعل على وزن افعل. والنهل ما اعماه هو ما والله ما اعرجه هذا ما يصحش. الصيغه المشبهه اللي اسم فعلها من افعل وفعل ما اعماه اللي اصل عمي وعرج سواء صفات الوان ولا عيوب ولا غيرها هيفوا هذا ما يصحش. ما يكونش اسم فاعله ايش من على وزن افعل اللي هو عمي والله عرج ما اعماه وما اعرجه ولا من صفات الالوان ولا غيرها داعجة أو صفات العيوب الظاهرة ولا الجمال الظاهر ولا غيره. واضح؟ وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على باب التعجب، وقلنا إن التعجب إن عرفناه تعريفا كاملا عن السبورة وأعدناه مرتين أو أكثر، ثم بينا أساليبه وإن له أساليب سماعية وأساليب قياسية، وأعربنا يعني الأسلوبين القياسيين ما أفعله وأفعل به، وبينا يعني كيف تصاغ ولا يبنى فعل التعجب أو اسم التفضيل إلا بشروط خمسة بيناها وختبناها ووضحناها، وفي هذا القدر كفاية. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وإلى اللقاء بكم في حلقة الغد في باب الوقف وما يتعلق به لنكمل بقية دروس النحو. والحمد لله على التمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا في حصة الغد إن شاء الله تعالى في بقية في الدروس الأخيرة من النحو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. رمضان يا نفحات ربي أقبلت وتواترت وتكاثرت رحماته رمضانا في حضرة الطعام.